صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 19 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 84 لسنة 2016 بإنشاء وتنظيم مركز الاتصال الوطني. وبموجبه يتبع مركز الاتصال الوطني مدير عام مكتب رئيس مجلس الوزراء كما يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا المرسوم.